مساء الخير، نرحب بكم مجددا من المركز الوطني لإدارة الأزمات لنوافيكم بآخر المستجدات. طبعا ما زلنا في هذا المركز نعمل على مدار الساعة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ظل هذه الأزمة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، ومن قبل أيضا ومتابعة من قبل دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. كنا ظهر اليوم أعلننا عن صدور أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 الذي ينص على حظر التجول في مختلف مناطق المملكة. حقيقة نحن نعتذر عن إصدار مثل هذا القرار الذي جاء لحماية وسلامة وصحة المواطنين، ونعرف وندرك مدى يبدو بعض الإرباك الذي حصل لدى المواطنين، لكن هذا القرار نحن مضطرون له من أجل حمايتكم ومن أجل صحة المجتمع الأردني. ننوه إلى أننا سنعلن يوم الاثنين المقبل عن الآلية التي ستسمح للمواطنين من خلالها بالخروج في ساعات محددة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل كما ورد في أمر الدفاع رقم 2. وردتنا العديد من الاستفسارات والملاحظات حول الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل والحركة من مختلف القطاعات. هؤلاء سيتم منحهم تصاريح خاصة وفق طبيعة عملهم. التصاريح طبعا ستكون بالحد الأدنى ولن نتوسع في منحها، وستقتصر على الأشخاص الذين يسهمون في إدامة عمل المؤسسات والقطاعات الحيوية فقط، مثل القطاعات الصحية والزراعية والغذاء والدواء والطاقة. هذه الليلة سننتهي بإذن الله من إعداد التصاريح، وسنعلن عن آلية استلامها للقطاعات والأشخاص المصرح لهم بذلك. طبعا بالنسبة لوسائل الإعلام شأنها شأن بقية القطاعات، سيتم منحهم تصاريح بالحد الأدنى لأشخاص محددين من كل مؤسسة إعلامية لغايات إدامة العمل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإعلام. نؤكد مرة أخرى أن لا حاجة للهلع والقلق، فنحن نعمل من أجلكم ولن ندخر جهدا في تأمين سلامتكم وراحتكم. قرارات حظر التجول اتخذت في العديد من دول العالم لحماية شعوبها ومواطنيها، والأردن ليس منفردا في ذلك، ولذلك هذا القرار جاء بعد انتشار هذا الوباء العالمي، جاء للحفاظ على سلامة وصحة أبناء شعبنا العزيز علينا. نؤكد أننا اضطررنا لاتخاذ هذا القرار، ونعول على فهمكم وعلى إدراككم لخطورة التحرك والتجمع وخاصة في الأماكن المزدحمة. أترك الحديث لمعالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر ليوافينا بآخر المستجدات عن حالات الإصابة في مرض كورونا. تفضل معالي. أسعد الله مساءكم بكل الخير. سجلت 15 حالة جديدة اليوم لأشخاص مصابين، وهم على الترتيب: 3 أشخاص من عائلة واحدة كانت شقيقتهم قد زارتهم من النرويج وعادت، وهي الآن في قسم العناية الحثيثة في النرويج، أما هم فهم في حالة جيدة. 3 أشخاص من مخالطي حفل الزفاف في محافظة إربد، 2 من المحجور عليهم في مستشفى الأمير حمزة وقد أتوا من الخارج، 3 أشخاص مخالطين لأحد المصابين وهم والدها ووالدتها وأخيها، وحالة اكتشفت وغير معروف سبب الانتقال، ويتم الآن التقصي الوبائي لمعرفة سبب الانتقال ومن خالطت، و3 حالات لواحد عاد من مصر وواحد من بريطانيا وواحد من هولندا، والأعداد يصبح العدد الإجمالي 85 حالة في المملكة. جميع الحالات حالاتها مستقرة،
طالعتنا بعض الفيديوهات اليوم عن بعض الأشخاص، لم يثبت ولم توجد أي حالة في المملكة لشخص وقع أو أغمي عليه نتيجة هذا المرض. جميع الحالات ممتازة، وضعها الصحي، ونرجو عدم تداول أي شيء مفبرك حتى لا نثير الهلع. وفي هذه الليلة إخواني المواطنين، وقد عدتم من التسوق، أرجو من الجميع اتباع سبل الوقاية، وهي يفضل خلع الأحذية في خارج المنزل وغسل اليدين وعدم وضع الملابس بين الملابس الأخرى. ونتمنى لكم السلامة جميعا، وشكرا. تفضل. شكرا معليك. قد نعطيكم إيجازا آخر، لأننا الآن مجتمعين، اللجان المعنية بخلية الأزمة مجتمعة، سنوافيكم بأي تفاصيل أخرى. شكرا جزيلا لكم.